مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. السباق إلى رئاسة الجمهورية. كسرت إعادة انتخاب محمد ريكان الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية ثانية حدة الاستقطاب السياسي الحاد أمام الرغبة بعدم التجديد للرئاسات الثلاث الحالية، لكنها فتحت الباب أمام معركتين قد تصلان حسب ترجيحات المراقبين إلى مرحلة كسر العظم، وهما معركة رئاسة الجمهورية ومعركة الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء. تحالف الأغلبية الوطنية الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتوافق سني شبه كامل ونصف توافق كردي حسم معركة رئاسة البرلمان التي هي الأقل استقطابا مع أنها الأولى على صعيد ترتيب معارك الرئاسات، لكنه فتح الباب أمام إمكانية العمل للحد مما هو متوقع لهذا التحالف من نفوذ سياسي. الأكراد الذين دخلوا قاعة البرلمان موحدين خرجوا منها مختلفين في النهاية حين انفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتصويت لصالح الحلبوسي، وحيث أن الحزبين لم يتفقا على مرشح لرئاسة الجمهورية بسبب تمسك الاتحاد الوطني بالرئيس الحالي برهم صالح مقابل رفضه الشديد من قبل الحزب الديمقراطي، فإن أياما صعبة تنتظرهم لحسم مرشحهم لمنصب رئيس جمهورية العراق. الاتحاد الوطني المتمسك بالرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصب الرئيس يشدد على أن المنصب من حصته حتى وإن كان لم يفز بعدد كبير من المقاعد، ويشدد على أن التفاهمات السياسية بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني تضع رئاسة الإقليم مقابل رئاسة الجمهورية، ولا يجوز جمعهما لدى حزب واحد، ناهيك عن منصب محافظ كركوك الذي كان من حصة الاتحاد قبل العام 2017. المراقبون يؤكدون على أن الأحزاب الشيعية ستكون الفيصل في حسم الأمر، لأن التيار الصدري الذي يتمتع بتفاهمات جيدة جدا مع الحزب الديمقراطي لا يعارض تولي صالح للمنصب مجددا، لأنه راض تماما عن أدائه السابق، وهو ما قد يزعج الحزب الديمقراطي ويقلب بوصلته نحو الإطار التنسيقي الذي يميل بدوره نحو الاتحاد الوطني، ولكنه لا يحبذ التجديد لصالح ويريد تغييره بأحد الأسماء المطروحة كبدائل ممكنة كعدنان المفتي أو ملا بختيار.